مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هنا ان شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال شيء واحد ممكن ان يدمر مشروع الارنب كليا. يعني شحال من واحد غادي يقرا العنوان غادي يقول باللي يعني اسمو كتسائل شنو يقدر يكون هذا الشيء، وهو الفئران، وماشي بالضبط الفئران، وماشي يعني الفئران غادي يديو الارانب، انما الفضلات ديال الفئران كتدي الارانب. يعني كما كتشوفوا معايا طريقه ديال التخزين ديال الاكل. يعني شحال من واحد كيدير مثلا غير شي ساك بحال هذا الشكل، انتما انا كنعلق واحد الساك كندير فيه يعني اما السيكاليم اما الذره اما الحبوب يعني اللي كنعطيها لهاد الارانب. سمو كيوقع ان الا كان عندك شي احنا كنقولوا ديك زغايد او فئران، الفئران واخا تكون معلق لهم الساك الفوق كي يوصلوه يبقاو ياكلوا منه داكشي اللي كلاو، انت ما كتشعرش بهم، كتقول كتشد يعني يعني العلف ديالك كتعطيه الارانب ديالك، ولكن ما كتكونش عارف بلي راه مخلط معاه واحد الفضله، واحد النوع من الفضلات ديال يعني داك الفئران. هي الفئران الفضلات ديالهم ماشي غادي تأذي الارانب مباشره، ولكن حنايا باش عرفنا بلي الارانب راهم ما مراضينش، عفوا داك الفئران راهم ما مراضينش. يعني الا مشات كانوا يعني سلام هذوك الفئران ممكن ما ياديولناش الارنب ديالنا، ولكن كما كيقول واحد المثال ماشي كل مره كتسلم الجره. الا كانت بنسبه يعني 1% شي يعني دوك الفئران يكون مريض، ممكن ان هذوك الفضلات ديالو الا مشات كلاوها الارنب ديالك غادي يمرضوا لك وما غتعرفش مناش. دابا المشكل ان هذوك سموم غادي يكونوا يعني في الجهاز ديال الهضمي ديالهم، انت ما كتقول انا ما عطيتهم شي حاجه اللي غادي تضرهم ورغم ذلك كيموتوا لي ما عرفتش علاش. اذا ما هو الحل؟ حنا نشوفوا اولا طريقه التخزين ما ديروش السكان بحال هذا الشكل، يعني ساك وديروا فيه اما يكون محطوط في الارض اما معلي بهذه الطريقه هذه، راه الفار راه غادي يوصلوا. ما ديروش مثلا طاسه بحال هذا الشكل هذا وتقولوا انا غادي نحط فيها وغادي ندير يعني الارانب ديالي غادي نعطيهم بهذا الشكل هذا العلف ديالهم. انا غادي نوريكم كيفاش خصكم تخزنوا هاد العلف ديال الارانب. اذا تابعوا معي الطريقه. اذا كما كتشوفوا معايا عندي واحد البوديزه كبيره، يعني ثم كندير فيها جميع الانواع ديال العلف. هانتوما كاين السيكاليم، ها هو الى لاحظتوا معايا راني دايرو فين فهاد البوديزه، هادي كتسد باحكام ما يمكنش الفار يوصل لها. كاين هاد الحجم هذا وكاين هاد الحجم هذا كذلك. هانتوما حتى هاد البوديزه هادي على حسب الناس على حسب الاستطاعه. المهم حتى هادي هانتوما انا داير فيها شفتوا داير المكيال باش نعطيهم. المهم هادي ما كيأثرش عليها لا حراره لا بروده، ممكن انكم تسدوها بهذا الفيلتاج باحكام وصافي، ما غاديش يبقى يوصلها الفيران، واخا الفار يبغي يدوز لها ما غاديش يقدر يدخل لها لداخل. اذا هذه طريقه سهله. ارانا دابا نشوفوا كيفاش ممكن نحميو الارانب ديالنا من هاد السموم هذه. مباشره خاص يكون عندكم مضاد سموم، يكون عندكم في المنزل ديالكم. شحال من واحد غادي يقول لي مي غادي نجيبوه كما غالي في الثمن كي غادي نديرو؟ مضاد السموم عندكم في البيت ديالكم وراه رخيص في الثمن. مضاد السموم ممكن انكم تستعملوا جوج ديال الحوايج، الخل يعني معلقه ديال الخل ديروها لهم في طرو ديال الماء مع نص معلقه ديال بيكربونات الصوديوم، هذا راه مضاد سموم يعني مخير وجد فعال. يعني الا مشيتو درتو هاد الخلطه هادي وعطيتها لهم مثلا يعني كاحتياط، هي كاحتياط في نفس الوقت بيكربونات الصوديوم كي كي كي
يسهلهم العمليه ديال الهضم. في نفس الوقت الخل كيحمي لهم الجهاز الهضمي ديالهم وكيوليو يعني كياكلوا معاك مزيان. يعني هذا الموضوع هذا خصنا نديرو فيه الاحتياطات وخصنا نديرو فيه العلاج. يعني الاحتياطات هو التخزين، طريقه ديال التخزين ديال العلف، والاحتياطات وهو مضاد السموم اللي هو الخل عادي، الخل اللي ديال المائده، ماشي شي خل غالي ولا راه كيدير 4 دراهم ونص، بواحد الكميه كبيره. نتوما غديروا غير معلقه واحده في طرو ديال الماء مع بيكربونات الصوديوم، حتى هما كيديروا الباكيه كدير 4 دراهم والصغيره، والباكيه الكبيره كدير 6 دراهم، حتى هي راه كيعطيو معها كميه كبيره. ممكن انكم ديروا هذه الطريقه هذه من 15 يوم 15 يوم كحمايه الارانب ديالكم. وباش ما تنساوش يعني فوقاش درتو الدواء وفوقاش ما درتوش، ممكن انكم تدونوا في واحد المذكره ولا شي وريقه، مثلا راني داويت الارانب ديالي في هذا النهار، فوقاش خصني نداويهم، وتحسبوا 15 يوم ديروا لادات جديده، وتبقاو تعلقوها مثلا في شي مكان، يعني في الكاج في مكان قريب، باش تبقاو نتوما ديما عندكم درايه يعني بالاوقات ديال الاوقات ديال التلقيح، الاوقات ديال الادويه، اي وقت لاداس، يعني الصغار منين غادي يكبروا شحال عندهم ديال الوقت، اي حاجه تكونوا مدونينها في واحد المذكره. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تاخذوا هذه الفكره بعين الاعتبار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجيم باش نزيدوا القدام، وقنصيفط لكم فيديوهات اللي تفيدكم ان شاء الله، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.